العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن. وفيه يوم احتجاجات جديد في مدن العراق، منظمة العفو الدولية تحذر السلطات العراقية من حمام دم، ورئاسات الثلاث تؤكد في بيان لها رفضها الحل الأمني للمظاهرات. اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يعلن استعادة سيادة الأردن على أراضي البقورة والغمر بعد انتهاء مدة تأجيرهما لإسرائيل. بعد أيام من إعلان المرحلة الرابعة من تقليص التزاماتها النووية، إيران تبدأ عمليات بناء الوحدة الثانية في مفاعل بوشهر النووي. محتجون لبنانيون يتظاهرون في بيروت ومدن أخرى في أحد الإصرار على مطالب الحراك الشعبي. أهلا بكم. يواصل المتظاهرون العراقيون لليوم السادس عشر على التوالي احتجاجاتهم الداعية إلى إسقاط النظام السياسي وتحقيق الإصلاح الاقتصادي. وكان عشرات العراقيين بينهم طلاب مدارس قد أصيبوا خلال تفريق قوات الأمن لاحتجاج في مدينة ذيقار جنوبي البلاد. من جانب آخر، أكدت الرئاسات الثلاث في بيان لها على رفضها الحل الأمني للمظاهرات، وصفة الاحتجاجات بالحركة السلمية المشروعة. من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى كبح جماح قوات الأمن لمنعها من وقوع ما وصفته بحمام دم. للمزيد انضم إلينا من بغداد مراسلنا شفيق عبد الجبار. شفيق، أهلا بك. الواضح للمتابعين للشأن العراقي أن هناك محاولات لتضييق الخناق على المتظاهرين، كيف تجلى ذلك على أرض الواقع اليوم، وماذا في المسار السياسي مع تأكيد الرئاسات الثلاث التمهيد للحوار الوطني؟ نعم، أبدأ أولا من الشق السياسي الذي تجسد باجتماع الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية، والذي خرج ببيان توصيات جلها يصب في نقاط قد أقرتها السلطات التنفيذية والتشريعية، بالإضافة إلى السلطات القضائية، وهي حماية ودعم التظاهرات في العراق وعدم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى عدم أو أدانة اختطاف الناشطين المدنيين من ساحات التظاهر، بالإضافة إلى إقرار السلطات بفتح ملفات الفساد ومطاردة المفسدين، بالإضافة إلى دعوة أو تمهيد لمؤتمر حوار وطني يجمع كل المكونات العراقية. هذه هي تطمينات الرئاسات الثلاث للمتظاهرين، التي بينما تعج ساحات الاعتصام والتظاهر في محافظات مختلفة ومن بينها بغداد. السلطات العراقية، الحكومة العراقية قد نجحت اليوم وبشكل يعني كبير، لا سيما في العاصمة العراقية بغداد، من الحد من الوصول إلى ساحة التحرير، لا سيما الطلبة والموظفون الذين يعني الحكومة العراقية أدت يعني فرضت على الطلاب وعلى الجامعات وعلى المؤسسات الحكومية أشد العقوبات في من يتخلف عن الحضور. اليوم كان يوم دوام رسمي في جميع المؤسسات والدوائر الرسمية الحكومية في بغداد. أما في المحافظات فالأمر يعني يختلف يعني بشكل كبير، لا سيما المحافظات الجنوبية والوسطى التي شهدت خروج أعداد كبيرة من المتظاهرين والمعتصمين من الطلبة بمختلف المراحل، منها محافظة ميسان، كربلاء، بابل، الكوت، ذيقار وغيرها من المدن العراقية. أما في بغداد فقد يعني حاولت السلطات، أيضا السلطات الأمنية، وضع حواجز كونكريتية في الشارع المؤدي بين ساحة التحرير من جهة وسط بغداد وبين ساحة الخلاني التي
تشهد أو شهدت خلال 48 ساعة الماضية أعنف المواجهات بين رجال الأمن الذين يحاولون منع المتظاهرين من الصعود أو الاتجاه نحو جسر السنك، وبين المتظاهرين الذين يرومون الوصول إلى ساحة الخلاني وفتح المزيد من ساحات الاعتصام والتظاهر. وكنا اليوم قد أعددنا تقريرا يفصل ما جرى من أحداث خلال التظاهرات الجارية في العاصمة العراقية بغداد. يضمدون جراحهم بأنفسهم بعد ليلة مواجهة دامية بين متظاهرين انسحبوا إلى محيط ساحة التحرير وسط بغداد وقوات الأمن التي بدأت بالتضييق عليهم. مصطفى ورفاقه يقسمون الأدوار بينهم، والهدف هو استعادة محيط جسر السنك الذي حسم لصالح قوات الأمن. والله الشباب مأذينا حيل، رمي طلق مزيد دموع، هاي شظايا جسمي متأذين حيل من وراهم. أنا والله صار لي 9 أيام. لغة القوة المفرطة لفض المظاهرات هي الرد الوحيد لقوى الأمن العراقي، وأصحاب عجلات التوك توك قد نالوا نصيبا من هذه القوة. الآن احنا هنا نقلب الجرحى والشهداء. شلت لحجة جريح هنا، لزمونا طلعونا من الفرع، اخذوا الحجة وانا كسرون، ضربونا بالدونكات وكسروا التيك توك وحرقوا وتلافة. في محيط الشارع المطل على جسر السنك لم تبرح الفرق الطبية مكانها. عمل مستمر لإنقاذ المصابين رغم المخاطر المحدقة بأطقمها الميدانية بسبب اقترابها من مناطق الاحتكاك بين المتظاهرين وقوى الأمن. أناشد الشرفاء والطلاب والموظفين، الشرفاء منهم يسوون إضراب، إذا سويت إضراب، إذا كلكم اتفقتوا تسوون إضراب ما حد راح يقدر يفصلكم من الدوام، تسوون إضراب على مود تنقذون الأرواح اللي بقت في ساحة التحرير. دخلت المرحلة الثانية من مظاهرات الشارع أسبوعها الثالث، لكن الإصرار على إدامتها عنوان عريض تراه في ملامح المحتجين رغم التعامل العنيف لقوات الأمن العراقي مع مطالبهم. أقف عند الحد الفاصل بين جسري الجمهورية والسنك. هذه المنطقة شهدت فجر اليوم ولا تزال مواجهات شرسة بين المتظاهرين الذين يصرون على توسيع رقعة احتجاجاتهم وبين قوات الأمن التي تسعى بكل طاقاتها دفع المظاهرات باتجاه ساحة التحرير. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد. وينضم إلينا من بغداد الصحفي سعدون محسن ضمد. سيد سعدون، مرحبا بك في برنامج العربية اليوم. إصابة عشرات العراقيين خلال تفريق قوات الأمن لاحتجاجات ذقار، 8 قتلى سقطوا في الجسور في بغداد، كيف تتابع الوضع وتطورات الوضع الميداني في العراق بعد يوم من اتفاق سياسي يتم الحديث عنه بين رئيس الحكومة عادل عبد المهدي والكتل السياسية في البرلمان العراقي؟ حقيقة كمراقب أتابع بقلق بالغ جدا تطورات الأحداث فيما يبدو أنها في سبيلها أو في طريقها إلى تصعيد جديد. شخصيا وصفت في أكثر من تقرير نشرتهم على صفحة الخاصة، وصفت الأحداث الآن بأنها منذ يوم أمس عادت كأنها أحداث كأننا عدنا إلى يوم 25 تشرين الأول، نفس الشد، نفس المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وبين قوى الأمن. الحكومة العراقية ممثلة بالجهات اللي على الأرض، اللي هي احنا شخصيا حقيقة أنا ما أعرف كمراقب، هي قوات مكافحة الشغب لو هي قوى خاصة لو هي من عرف، والحكومة ما وصفتها لحد الآن توصيف حقيقي نقدر نلمس أعراضه وملامحه على الأرض. هذه القوى عادت إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، وهناك كلام يكاد أن يكون متواتر عن استخدام الرصاص الحي. شخصيا كنت قبل حوالي ساعة في قريب من ساحة الخلاني، سمعت طبعا اطلاقات رصاص حي، كانت هناك قنابل مسيلة للدموع طبعا، لكن سمعت اطلاقات رصاص حي ربما كانت بالجو، ما شفت خلال ساعة كنت متواجد، ساعة ونص كنت متواجد بالمنطقة، طبعا ما شفت اصابات، لكن يتحدثون الشهود عيان
عن وجود إصابات اليوم وعن استخدام للرصاص الحي خاصة ليلة أمس. صباح أمس كانت المواجهات أشد عنفا، كانت هناك محاولات لإعادة المحتجين إلى محيط ساحة التحرير أو حصرهم ساحة التحرير، لكن يبدو أنه المحتجين يعني رفضوا بشدة، وحصل تدافع على يعني منذ صباح أمس حتى ليل أمس. يبدو أنه الأحداث استقرت بين الفريقين بأنه يصير القطع من ساحة الخلاني، وبالتالي انضمت ساحة الخلاني ومساحة شارع السعدون من الخلاني إلى ساحة التحرير، انضمت إلى إطار منطقة الاحتجاج، والآن الكتل الكونكريتية تحجز ساحة الخلاني وما بعدها تعتبر منطقة خارج الاحتجاج. طيب، يعني منظمة العفو الدولية تدعو السلطات العراقية للتوقف عن قتل المتظاهرين ومنعها من وقوع حمام دم بحسب وصفها. برأيك ما سبب توقيت هذا التصريح، وهل هناك بالفعل مخاوف دولية من وقوع حمام دم من خلال مظاهرات العراق؟ حقيقة شخصيا وأيضا أعود أكرر كمراقب كصحفي، يعني أسجل علامة استفهام كبيرة جدا أزاء الموقف الدولي. هذا التقرير أو هذا البيان متأخر جدا. حمام الدم بدأ منذ يوم 1 تشرين الثاني و2 تشرين الثاني و3 تشرين الثاني، وصلت خلال 6 أيام أعداد الجرحى، وهذه قضية معروفة جدا، إلى 6000 أو 7000 جريح. هذا العدد من الجرحى لا يحدث إلا في الحروب الدامية، وحروب يكون بها سلاح جوي مستخدم، وتكون بها مدفعية مستخدمة، مو يحدث خلال احتجاجات بين متظاهرين، وخلي أتكلم عن بغداد، متظاهرين سلميين أو بين الحكومة اللي هي حكومة يفترض ديمقراطية. البيان متأخر جدا، الموقف الدولي سيء جدا، أيضا الموقف العربي أكثر سوءا صراحة، وأيضا أتحدث كمراقب، الموقف الشعبي العربي والموقف الحكومات العربية وموقف الجامعة العربية. شكراً. إلى الآن لم يشهد العراقيون، وأنا أتحدث الآن كمراقب أسمع ما يدور في بين الناس، أنه إلى الآن ماكو أي شعب عربي أعلن تضامنه، ماكو أي شعب عربي وقف احتجاج على سيل الدماء اللي صار لمنذ يوم 1 تشرين الثاني، وإحنا اليوم دخلنا بشهر نوفمبر. شكرا لك، وصلت الفكرة. موقف عربي من قبل الشعوب ولا من قبل الحكومات. شكرا لك الصحفي سعدون محسن ضمد، كنت معنا من بغداد. رفع الأردن علمه فوق أراضي البقورة والغمر مع انتهاء مدة تأجيرهما لإسرائيل بموجب ملاحق المعاهدة، معاهدة السلام بينهما الموقعة عام 1994. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أعلن اليوم في خطاب بمناسبة افتتاح دورة مجلس الأمة فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي البقورة والغمر. وبدأت السلطات الأردنية منع الإسرائيليين من دخول الأراضي الأردنية في البقورة والغمر إثر انتهاء عقد يسمح للمزارعين الإسرائيليين بالعمل في تلك الأراضي. رفع العلم الأردني أخيراً فوق أراضي الغمر والبقورة، واستعيدت هاتين المنطقتين بعد انتهاء عقد الاستئجار الذي أبقاهما تحت السلطة الإسرائيلية طيلة ربع قرن. الملك عبدالله الثاني يعلن من على منبر البرلمان إنهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والبقورة بموجب اتفاقية وادي عربة وفرض السيادة الكاملة عليها. كما أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها. القرار الأردني بإنهاء الاتفاقية مع الاحتلال لم يكن وليد اللحظة، بل سبقه حراك شعبي أردني شكل أداة ضغط على القرار في المملكة، دعمه في ذلك حراك نقابي وسياسي. عمان أغلقت الأبواب بوجه المزارعين الإسرائيليين في وقت تعتري العلاقة بين البلدين حالة من الجمود،
نتيجة المواقف الإسرائيلية من السيادة الأردنية على المقدسات في الضفة الغربية ورفضها حل الدولتين. وضع الأردن إذن حدا للجدل حول إمكانية تجديد عقد الاستئجار، وعادت الباقورة والغمر أردنيتان ليطوى ملف معقد في مملكة تقف بحسب الكثيرين أمام تحديات جسام فيما يتعلق بأمنها القومي والقضية الفلسطينية وما يطبخ لها في واشنطن وعواصم عربية من مشاريع سلام على المقاس الإسرائيلي. ينضم إلينا من الحدود الأردنية الإسرائيلية المقابلة للبقورة مراسلنا فهمي شتاوي، وكذلك ينضم معنا من العاصمة الأردنية عمان ليث الجبور. أبدأ معك فهمي، من الحدود الأردنية الإسرائيلية، كيف جرى تنفيذ القرار الأردني بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وكيف كانت ردود الفعل الإسرائيلية حول يعني القرار الأردني بفرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي البقورة والغمر؟ يعني بداية ماجد، يوم أمس قد أغلقت البوابات كاملة في منطقة الباقورة التي يعني كانت تستأجرها إسرائيل منذ عام 1994. هي منطقة خصبة جدا تعول عليها إسرائيل زراعيا. يذكر على أن هذه المنطقة الآن يعني يمنع للإسرائيليين أو يمنع للإسرائيليون أن يأتوا إلى هنا، والسياح من المزارعين الإسرائيليين والسياح الإسرائيليين. يوم أمس كان هذا المكان يعني يضج بالسياحة الإسرائيلية كونها المرة الأخيرة التي سيقوم بها الإسرائيليون الوصول إلى هذه المنطقة. نطلب من الزميل جواد المصور أن يرصد لنا في التلة المقابلة العلم الأردني يرفرف للمرة الأولى في التلة المقابلة، حيث تجهز أو يجهز المؤتمر الذي سيعقد يوم غد من قبل الرئيس أو وزير الخارجية الأردني، حيث سيعقده كمراسم احتفال واحتفاء بعودة هاتين المنطقتين إلى السيادة الأردنية. نرى الحركة نشطة للمركبات العسكرية أيضا الأردنية التي تجهز لهذا الحدث الكبير الذي يلاقي يعني احتفاء واحتفالا شعبيا من قبل الأردنيين. يوصف هذا الحدث من قبل الإسرائيليين بشكل معاكس جدا، حيث يصفه الإسرائيليون على أنه يوم أسود في العلاقات الإسرائيلية الأردنية، حيث لم تتوقع ولم ترجح التقديرات الإسرائيلية من قبل المحللين وأيضا من قبل المقربين من صناع القرار الإسرائيليين على أن تقوم الأردن أو أن يقوم الأردن بهذه الخطوة، وأن لا يستأنف أو يجدد الاتفاقية بالملحقين ملحقي الباقورة والغمر الذي يعني عاد للإسرائيليين بأرباح تقدر بملايين الدولارات. نعم. بمدى أو على منذ 25 عاما حتى هذا اليوم. الوضع هنا يعني توجه أصابع اتهام نحو الحكومة الإسرائيلية، حيث تتهم الحكومة الإسرائيلية على أنها قامت بسياسات قد جعلت الأردن يعني متعنت على موقفه بعدم استئناف هذه الاتفاقية. وننتقل إلى ليث الجبور في عمان. ليث، ماذا بالنسبة لردود الفعل من الجانب الأردني، وما الذي يتغير عمليا وأمنيا مع استعادة الأردن لسيادته على هاتين المنطقتين؟ نادين، المزارعون الأردنيون ينتظرون انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير الخارجية أيمن الصفدي غدا في منطقة الباقورة. هو مؤتمر صحفي مع احتفاء رسمي، وكما قيل ربما يكون هناك احتفاء بتشريفات ومراسم عسكرية بعودة الباقورة والغمر إلى الحضن الأردني. المزارعون الأردنيون يتوقعون كثيرا بهذا الموضوع، خاصة أن المياه متوفرة والأرض خصبة. يبقى التخطيط الحسن كما يرى كثيرون اليوم، وفي افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة العاهل الأردني في بدء كلمته أكد أن أراضي الباقورة والغمر اتخذ القرار بها العام الماضي 2018، وكان قرارا قطعيا لا رجعة فيه، وستكون السيادة على كل شبر من هذه الأراضي للأردن. وهذا ما حدث قبل يعني أو تزامنا مع يعني إعلان العاهل الأردني بهذا القرار. كان الجيش العربي الأردني يرفع العلم الأردني وسارية العلم على يعني إحدى الحواجز المتقدمة في منطقة الباقورة، وهو
العلم الذي يرفع منذ سنوات لربما. نعم. ويعني نتحدث عن أكثر من 25 عام من التأجير. حاول الاحتلال الإسرائيلي سابقا أن يضغط على الأردن ليكون هناك تمديد لهذه الأرض لو عام واحد، لكن الأردن رفض ذلك وأكد أن السيادة ستبقى على هذه. نعم. الأراضي للمملكة الأردنية. جزيل الشكر لك. إذن من عمان ليث الجبور، والشكر موصول لمراسلنا فهمي شتاوي، كان معنا من الحدود الأردنية الإسرائيلية المقابلة للبقورة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عمان الآن السيد نصوح المجالي، وهو وزير الإعلام الأسبق. أهلا وسهلا بك. بداية، هل طويت صفحة البقورة والغمر نهائيا أم أنه بالإمكان إعادة فتحها من جديد، خاصة في ظل استياء إسرائيلي كبير ورغبة ومحاولات على ما يبدو لإعادة التوصل إلى اتفاق توافقي جديد مع الأردن؟ هل هذا وارد؟ لا، غير وارد الحقيقة. هذه الخطوة أبلغت إسرائيل قبل عام حسب ما ورد في الاتفاقية، أنه تمدد هذه الاتفاقية إلا إذا كان الأردن يبلغ إسرائيل قبل عام بأنه لا يرغب في تمديدها. وقبل عام أبلغت إسرائيل بأن الأردن لا يرغب في تمديد هذه الاتفاقية. بالمناسبة في الأخبار ورد عندكم أنها اتفاقية تأجير، هي اتفاقية انتفاع وليس تأجير. التأجير مقابل أجر، إنما هي انتفاع بدون أجر. هي جزء من التسويات التي تمت في معاهدة السلام. أنت طيب. تعرفي أنه في شكرا على أولويات يعني في معاهدة السلام. نعم، يعني سيد نصوح شكرا على توضيح هذه النقطة، ولكن الواقع الآن يصطدم بمعطيين. الأول أن منطقة الغمر فيها أراض تمت زراعتها من قبل الإسرائيليين، أما الثاني ففي منطقة البقورة مع وجود أملاك تعود ليهود ومئات الدنومات تم شراؤها من قبل هؤلاء اليهود قبل عقود من الزمن. كيف سيتعامل الأردن مع هذا الواقع؟ تعرفين أختي بأنه هذه يعني جزء من تركة فترة الانتداب البريطاني. في 1926 كان هناك شركة اسمها روتنبرغ أخذت امتياز الكهرباء في كل المنطقة، واشترت في ذلك الوقت من الحكومة البريطانية أو من الانتداب البريطاني يعني 1000 دنم في الباقورة، ولكنها لم تقيم المشروع، وهي التي قامت بعد ذلك ببيع هذه الأراضي إلى إسرائيليين. الآن الأرض عادت للسيادة الأردنية. الإسرائيليين يدعون بأن لديهم ملكية، عليهم أن يثبتوا أن هذه الملكية شرعية وبوسائل شرعية. إذا ثبت أنها بوسائل شرعية سيعامل كمستثمرين مثل أي مستثمر أجنبي، عليه أن يلتزم بالقوانين الأردنية وأن لا يدخل الأراضي الأردنية إلا بإذن. يعني في هذه النقطة بالتحديد السؤال المطروح، هل سيسمح للإسرائيليين بحصد ما تبقى من محاصيلهم في منطقة الغمر وللآخرين؟ نعم، في نعم. هل سيسمح للإسرائيليين بحصد نعم ما تبقى؟ نعم نعم. طيب أوكي، هذا أول شق لا يمانع. السؤال الشق الثاني، الأردن لا يمانع بأن لمن تثبت ملكيته لأراض في البقورة، هل سيسمح له بالدخول؟ نعم، لكن بإذن وفيزا من الأردن، ليس مثل ما كان في السابق. في السابق كانوا يدخلوا مباشرة من إسرائيل إلى هذه الأراضي بدون إذن. الآن عليهم أن يحترموا القوانين الأردنية. ألا يعني ذلك باختصار لو سمحت ومن وجهة نظر أردنية، ألا يعني ذلك أن إسرائيل التي خرجت من الباب ربما تعود اليوم من الشباك لممارسة المزيد من الالتفاف والمضايقات؟ لا يا أختي، إحنا لدينا مستثمرين أجانب يمتلكون أراضي ويمتلكون أبنية ويمتلكون شركات، ولكنهم السيادة في كل ذلك للأردن. نعم. الآن هؤلاء الإسرائيليين إذا أثبتوا ملكيتهم يعاملوا كأجانب. هناك عرب لهم ملكيات في الضفة في 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 إسرائيل، فإذا يعني الأردن اعتدى على الملكية إذا كانت ثابتة، هذا يعطي إسرائيل حق في أن تعتدي على ملكيات العرب. نعم. في 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 عرب 48، ولذلك هذه مسائل تتعلق بالقانون الدولي ولا بد من احترامها. نعم، جزيل الشكر. هناك اتفاقية سلام مسموح للأردنيين أن يتملكوا في إسرائيل، ولكن إسرائيل نعم وضحت جميع الأراضي محطوطة في الصندوق اليهودي. ويعني هذه عملية نظرية يعني غير صحيحة. نعم، جزيل الشكر لك. وصلت هذه الفكرة وأشكرك وأعتذر على المقاطعة. نعم. لهم أن يدخلوا ولكن لا أن يستقروا. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات من عمان السيد نصوح المجالي وزير الإعلام الأسبق.
ذكر مراسل العربي أن إيران بدأت اليوم عمليات بناء الوحدة الثانية من منشأة بوشهر النووية جنوب البلاد. وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قال إن هذه الخطوة تأكيد على عزم إيران المضي في طريقها رغم الضغوطات والعقوبات. ويأتي بدء بناء الوحدة الثانية في منشأة بوشهر بعد أيام من إعلان إيران بدء خطوتها الرابعة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي من خلال تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي في منشأة فوردو. من هنا بدأت قصة البرنامج النووي الإيراني، وهنا تستكمل اليوم وسط محاولات لضبط إيقاع الخلافات حول الاتفاق النووي. بعد أيام فقط على خطوة رابعة قلصت فيها إيران المزيد من تعهداتها النووية، وتحديدا في منشأة فوردو المحصنة، ها هي في محطة بوشهر الكهروذرية تبدأ وبتعاون مع روسيا عمليات بناء الوحدتين الثانية ولاحقا الثالثة من هذه المحطة. محطة ستصبح طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2027 3000 ميجاوات. أكد قائد ثورة أن الصناعة النووية تجلب الاقتدار للبلاد، ومحطة بوشهر رمز لذلك، كما أنها رمز للتعاون الإيراني الروسي. رغم العقوبات الأمريكية يبدو أن التعاون الإيراني الروسي مستمر. نأمل أن لا تواجهنا مشاكل في بناء الوحدة الثانية وأن نسلمها في الموعد المحدد. تحتاج محطة بوشهر الكهروذرية إلى يورانيوم مخصب بنسبة 4.5%، وهذا ما استأنفت إيران إنتاجه خلال خطوات تقليصها التزاماتها، وهي اليوم إذ تأمل بالانتهاء من بناء الوحدتين الثانية والثالثة في موعدهما، تقول أن العقوبات لن تحول بينها وبين مشاريعها النووية. تستعيد 70% من واقع كان يعيشه برنامجها النووي قبل الاتفاق، وتلوح بالمزيد من الخطوات. تصعيد إيراني لا ترى طهران أنه قد يؤدي إلى ردة فعل أوروبية غير متوقعة. الأوروبيين هم يدرون عدم توازن الموجود في التوافق النووي، على كل حال هم يريدون حفظ التوافق النووي. بعيدا عن أمريكا وأوروبا المخاطبان الرئيسيان للخطوات الإيرانية ربما، فإن إيران ورغم التطورات الإقليمية المتلاحقة تحاول طمأنة جيرانها على الضفة الخليجية الأخرى، وتدعوهم في خضم كل هذا إلى حوار لم يعد غريبا أن تسمع نغمة الغزل حوله من أطراف عدة. حازم كلاس، العربي، بوشهر، جنوب إيران. يبقى معنا مراسلنا حازم كلاس من مدينة بوشهر الإيرانية. حازم، عمليات البناء في الوحدة الثانية من منشأة بوشهر، ما الذي تتيحه للإيرانيين من إمكانيات، وما هي الرسائل التي تبعث بها للمعنيين بالموضوع سواء كان المهددين منهم أو المتفوقين؟ يعني سؤالك نادين يحتوي على شقين. الشق الأول هو تقني وعملي حقيقة. في هذا الشق تقول إيران أن استكمال بناء الوحدة الثانية والوحدة الثالثة لاحقا حتى عام 2027 سيؤدي بذلك إلى توفير 22 مليون برميل نفط سنويا على إيران لإنتاج الكهرباء. وفق استراتيجية الإيرانية هناك خطة لتوليد 20,000 ميجا وات خلال على المدى المتوسط خلال السنوات القليلة المقبلة بتوجيه من المرشد الإيراني استنادا أو بالاعتماد على الطاقة النووية. إيران بطبيعة الحال منضوية تحت اتفاقية باريس للمناخ، وفي هذا الإطار هي تسعى لاستخدام الطاقة النظيفة ومنها الطاقة النووية. وفي هذا الإطار أيضا عند استكمال الوحدات الثلاث لمنشأة بوشهر الكهروذرية ستنتج إيران بذلك 3,000 ميجاوات. هذا تقنيا وعمليا. أما من الناحية السياسية فأن يأتي ذلك في ظل العقوبات الأمريكية وفي ظل التوتر الذي يعيشه الاتفاق النووي، ففي هذا رسالة إيرانية تريد القول أننا
مستمرون في طريق برنامجنا النووي، وهناك تلويح بالمزيد أيضا إن لم تنفذ أوروبا تعهدات، خاصة في ظل التعاون الإيراني الروسي والإيراني الصيني في هذا المجال. شكرا جزيلا من بوشهر حازم كلس. العربي اليوم متواصل وفيه بعد الفاصل. مقتل 9 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض، والاشتباكات تتواصل بين قوات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية. أهلا من جديد. يواصل اللبنانيون في العاصمة بيروت ومدن أخرى التظاهر لليوم 25 على التوالي فيما أطلق عليه أحد الأسرى. وخرجت مسيرات في بيروت وطرابلس وصيدة للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي. ويضغط المحتجون عبر قطع طرق حيوية ومحاصرة مؤسسات حكومية ومصرفية للإسراع في تنفيذ مطالبهم. خليج الأغنياء بات طاولة الفقراء، استعاد هؤلاء حيزا وأملاكا بحرية، افترشوا خليج الزيتونة الذي يعج باليخوت. بعد 17 تشرين لم تعد هذه البلاد حكرا لفئة دون أخرى. 90% من الشعب اللي هون مش داعس هيدا الأرض قبل بمرة، وأنا منهم. أنا وعائلتي أول مرة منجي لهون، نحن باللبنانية ومهجرين ببلدنا، يعني نص لبنان ما فينا نروحه لأنه مش قادرين. صخب البلاد يقابله بالقرب من مصرف لبنان المركزي هدوء عطلة نهاية الأسبوع الممددة، وانتظار لمؤتمر صحفي لحاكم المصرف رياض سلامة دعيت إليه قلة مختارة. على بعد أميال الدعوة عامة وشعبية، مسيرة بالقرب من وزارة الداخلية ترفع شعارات علمانية في دولة لم تعرف سوى المحاصصة الطائفية. من أجل كسر النظام الأبوي، وهي هلأ اليوم ميزتها أنه هي جزء من هالثورة اللي قام فيها الشعب اللبناني، وهي بتطالب بالأساس بقيم دولة مدنية بقيم العلمانية. تنطلق المسيرة تتجه صوب رياض الصلح وساحة الشهداء في أحد الإصرار تلاقيها مسيرة جنسية حق لي ولأسرتي، نساء لبنانيات حرمنا من حق منح الجنسية لأبنائهن فقط لأن البلد لا يقيم اعتبارات سوى للغة العدادات الطائفية. كل الدروب باتت تؤدي إلى ساحات الاعتصام، الكل معني، تصل مسيرة ترفع شعارات مدنية لتلاقي احتفالا على درج مسجد محمد الأمين في ذكرى المولد النبوي. ساحات الوطن باتت للجميع وحدها ساحة النجمة، حيث مقر مجلس النواب خالية ومعزولة. يستعد المجلس لجلسة تشريعية الثلاثاء المقبل، يقول المحتجون إنها لن تنعقد ولو تطلب الأمر قطع الطرقات أمام النواب. يقولون أيضا إن الجلسة المزمعة لا تلبي مطالب الناس بل تكرس الحصانات وتشرع العفو الذاتي وتبعية القضاء وتهدد إمكانية المحاسبة. راهنت الطبقة السياسية على تراجع المحتجين، سقطت الرهانات مجددا ونجح الشارع في اختبار الإصرار والتصميم والمطالب. يقولون هنا أنها باتت تشكل ما يشبه بيانا وزاريا لمن يسمع، فيما الأحزاب لا تزال عند عتبة المحاصصة وتوزيع المقاعد وشكل الحكومة. محمد شبار، التلفزيون العربي، بيروت. وينضم معنا شبكة مراسلينا من ساحة الشهداء في بيروت حسين خريس، ومن طرابلس أحمد الهاشمي، ومن بعلبك علي رباح. أبدأ معك حسين خريس من ساحة الشهداء في بيروت، كيف يبدو الوضع الميداني لديك وكذلك الوضع السياسي، وهل اتضحت ملامح الحكومة المقبلة؟ بالنسبة إلى النشاطات الميدانية من قبل المحتجين والمتظاهرين فإنها عادت بقوة إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح بعدما كان هؤلاء المحتجون قد أجروا جولات على الإدارات الرسمية. أبرز تلك الجولات هي الاعتصام أمام وزارة الداخلية، هم على جدول أعمالهم اليومي يحاصرون يوميا إدارة رسمية من أجل الضغط على الحكومة. أما بالنسبة إلى الوضع السياسي فإن
أركان السلطة في واد آخر كما عبر المراقبون والمتابعون. وأستطيع القول إن الاجتماع بالرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري من قبل مستشاري الرئيس نبيه بري وأمين عام حزب الله حسن نصر الله قد وصل إلى الفشل. هم أعطوا أي أن حزب الله وحركة أمل أعطيا الحريري مهلة للرد عليهما بشأن تشكيل حكومة تكنو سياسية، إلا أن الحريري حتى هذه اللحظة لم يصدر أي معلومة أو لم تصدر أي معلومة رسمية من قبل رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري حتى هذه اللحظة. نعم، ننتقل إلى طرابلس حسين مع أحمد الهاشمي. أحمد، ما الذي غلب على المزاج الشعبي اليوم في طرابلس؟ يعني نستطيع أن نقول بأن الغالب هو وجود كم كبير من المتظاهرين برسالة تم توجيهها إلى الحكومة بالإسراع بتشكيل الحكومة، إضافة إلى دعوات كانت جدا واضحة اليوم لكم كبير من المتظاهرين من داخل الخيم وجهوها إلى الحكومة، إضافة إلى فكرة الإسراع وهو طلب بمحاسبة، وحتى كانت هذه الدعوات ظاهرة مساء يوم أمس بمحاسبة محافظ الشمال رمزي نهرة تحديدا، وذلك يعني لبعض الفضل التي تلفظ بها بحق المتظاهرين. يبقى أن نقول بأن كان هناك مجموعة من التحركات الرمزية في منطقة الميناء من قبل مجموعة من الصيادين، إضافة إلى وجود كمية كبيرة من المتظاهرين تحديدا أمام بعض منازل النواب. يعني كذلك كان هناك مجموعة من الرسائل التي أرسلت إلى منازل النواب، حتى مع أنه يعني كان هناك من يقول بأن المدينة صحيح أنها أخلت ساحاتها من صور السياسيين، ولكن لا بد من التواصل مع السياسيين بهامش، لا بد أن يحوي شيء من الإيجابية بحسب المتظاهرين، وهو مناداتهم وطلب منهم خصوصا يعني المحسوبين على المدينة، طلب منهم أن يستقيلوا كبادرة لاستمرار هامش التظاهرات في الثورة. وإلى علي رباح من بعلبك. علي رباح، كيف هو الوضع لديك هناك وتطورات الشارع اللبناني والمظاهرات؟ نعم ماجد، يعني الاحتجاجات هنا في منطقة البقاع الشمالي تشبه الاحتجاجات في كافة المناطق اللبنانية، ولو أن منطقة بعلبك الهرمل طبعا تتمتع بخصوصية لكونها منطقة يعني نفوذ حزب الله وحركة أمل. طبعا المحتجون هنا يطالبون بمحاربة الفساد وطبعا بمحاربة أو بمكافحة من يعني كما أطلقوا عليهم من فقرهم ومن غيب عنهم التنمية لسنوات طويلة. نحن هنا في بلدة الفاكهة، هي يعني بلدة خارجة عن نفوذ حزب الله وحركة أمل، لذلك يعني قرر المحتجون من كافة المناطق من بعلبك ومن الهرمل ومن العين ومن أكثر من منطقة ذات يعني صبغة طائفية ومذهبية مختلفة للتوجه إلى هذه البلدة وللتظاهر في هذه البلدة، طبعا لأنها أكثر أمانا من بلدات أخرى. نعم ماجد، شكرا لك مراسلنا علي رباح من بعلبك، وشكرا لمراسلنا من طرابلس أحمد الهاشمي، وشكرا لمراسلنا من ساحة الشهداء في بيروت حسين خريس. قالت وزارة الدفاع التركية إن 9 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة بإحدى قرى تل أبيض السورية. يأتي هذا في وقت تقدمت فيه قوات الجيش الوطني السوري التابعة للمعارضة والمدعوم من أنقرة، تساندها وحدات من الجيش التركي إلى مواقع تابعة للوحدات الكردية وقوات النظام على مشارف في ناحية تل تمر في ريف الحسكة الشمالية. وأعلنت مصادر مقربة من المسلحين الأكراد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم وانسحاب قوات النظام من بعض المواقع وترك المسلحين الأكراد وحدهم في مواجهة قوات المعارضة. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في ريف الحسكة الشمالي قحطان مصطفى. قحطان، وزارة الدفاع التركية اتهمت المقاتلين الأكراد بالوقوف وراء هذا الهجوم الأخير قرب تل أبيض. لو تضعنا في حيثيات هذا الهجوم وتداعياته المحتملة على أرض الواقع وعلى المعارك. نعم طبعا، الهجوم ليس الأول من نوعه، هذا هو الثالث على محيط
مدينة تل أبيض في طبعا ريف الرقة. هذا الهجوم بسيارات ملغمة بذات الأسلوب القديم الذي تبعته هذه الميليشيات، طبعا وذات الاتهام للوحدات الكردية التي يعني تتهمها تركيا بأنها تقف خلف هذا التفجير. التفجير وقع في قرية سلوك الواقعة بين رأس العين وبين مدينة تل أبيض. طبعا وقع نتيجة هذا التفجير 9 قتلى من المدنيين وعدد كبير من الجرحى، أكثر من 20 جريحا في هذه طبعا هذه المفخخة. طبعا تستمر أيضا عمليات شرق الفرات في تصعيد العمليات مجددا. اليوم يعني شاهدنا عودة سلاح الجو التركي إلى التحليق في الأجواء وقصف عدد من المواقع في محيط مدينة تل تمر. نعم. المحور الآن الذي تتجه إليه تلك القوات وسيطرة عدد من طبعا على عدد من القرى والبلدات في محيط تل تمر. فيما أعلن الجيش الوطني عن طبعا بشكل رسمي عن إتمام عملية شرق الفرات. شكرا جزيلا لك مراسلنا في ريف الحسكة الشمالي قحطان مصطفى. وصل سعر لتر المازوت أو الديزل في ريف إدلب إلى 500 ليرة. وساهم هذا الارتفاع قبيل حلول الشتاء في زيادة طيف واسع من المواد الأخرى، مما وضع المزيد من الأعباء على كاهل المدنيين. حالها كحال الكثير من السيارات. لا تزال سيارة عبد الجليل مركونة أمام باب المنزل بسبب عدم توفر الوقود، فقد ترك عبد الجليل بعض الوقود فيها للحالات الاضطرارية فقط كالنزوح وحالات الإسعاف. والله صار لي بجي أسبوع ما حركت السيارة من قلة المازوت، عم مضيها مشي وعلى الموتور عم مشي حولنا. حالف الحظ عبد الجليل بالعثور على كمية قليلة من الوقود من إحدى المحطات القريبة، لكن سعره كان مرتفعا بسبب إغلاق الطرقات التي يتم نقل الوقود خلالها. مع ذلك يتوفر الوقود المستورد كحل بديل لكن بسعر مرتفع ولا يستطيع الكثيرون شراءه. سبب غلاء المازوت هي المعركة المتواجدة حاليا في شرق الفرات. أخي كان قبل المازوت متوفر بشكل كبير جدا، يعني قد من طلب المواطن نعطي. الآن حاليا المواطن اللي عم يطلب 60 لتر ما عم نحسن نأمن له الكمية اللي بده إياها، عم بصير عم نعبي له إياها 10 20 لتر شيء يمشي الحال معنا. مع اقتراب فصل الشتاء بدأ الكثير من الأهالي بتخزين الحطب بالرغم من ارتفاع سعره، لكنه يتوفر بكمية كافية بسبب طبيعة المنطقة الزراعية. إقبال كبير من المواطنين على شراء مدافئ الحطب والتي تستعمل لأغراض مختلفة، وعزوف عن شراء المدافئ التي تعمل على الديزل. والعالم مقبل اليوم على صوبات الحطب، يعني صوبة الحطب بيشغلوها على البالي، على كياس نايلو، على خراق، ايش من سوا، يعني مدني يدبروا حاله للعالم. تتلكأ مسيرة الحياة اليومية وترتفع أسعار المواد، وتوقفت عدد من المصانع عن العمل بسبب عدم قدرتها على تشغيل مولدات الكهرباء التي تتبع هذه المصانع. عادة ما ترافق شح الوقود مع حلول الشتاء خلال السنوات الأخيرة، وعادة ما تزداد هموم الناس مع الشتاء، برد ونزوح وقصف وخوف، وفوق كل هذا عليك عبور الشتاء بلا وقود. أسباب عديدة وراء انقطاع مادة الديزل عن محافظة إدلب، كان أهمها عملية شرق الفرات. يحاول الأهالي هنا إيجاد حلول لتلك المشكلة، لكن الحلول المتوفرة تثقل كاهل المواطنين. خالد إدلبي، العربي، ريف إدلب. العربي اليوم متواصل معكم وفي بعد الفاصل. رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني يقول إن الحركة متمسكة بحقها الدستوري في رئاسة الحكومة التونسية.
أهلا بكم من جديد. قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامي حماس إن هناك توافقا وطنيا على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تنهي الانقسام الفلسطيني. وأكد هنية أن وفد لجنة الانتخابات المركزية أبلغ حركته بموافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. كما شدد هنية على ضرورة إجرائها في القدس سواء بسواء مع قطاع غزة والضفة الغربية. وتلقينا من الأخ الدكتور حنا ردا من الأخ أبو مازن بالموافقة على الإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكموقف شكل القاعدة الجامعة للموقف المشترك الذي سنعمل عليه إن شاء الله تعالى. أكد وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرغاش أن للحوثيين دورا في مستقبل اليمن، وعبر عن تفاؤله بأن يتحول اتفاق السلام بين الحكومة والانفصاليين الجنوبيين الذين تدعمهم أبو ظبي إلى نقطة انطلاق لحل شامل على حد تعبيره. ودعا الوزير الإماراتي إلى البناء على ما وصفها بحالة الزخم الحالية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب في اليمن. قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني إن الحركة متمسكة بحقها الدستوري في رئاسة الحكومة على حد تعبيره. وتعارض هذه التصريحات تسريبات سابقة تحدثت عن موافقة النهضة على تعيين رئيس حكومة من خارج الحركة. وقرر مجلس شورى النهضة ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان في عملية انتخابه المرتقبة يوم الأربعاء. وللمزيد ينضم معنا من تونس مراسلنا علي القاسمي. علي، ما هي تفاصيل الوضع السياسي التونسي والجدل الدائر حول رئاسة الحكومة التي تتمسك حركة النهضة بحقها الدستوري في تسلمها؟ مساء الخير. يبدو أن مسجال أو حراك تشكيل الحكومة ما زال يراوح نفسه منذ أسابيع في نفس المكان، وسط تشبث كل الأطراف المعنية بهذه المفاوضات الغير رسمية إلى حد الآن في الحقيقة بمواقفها المبدئية. حركة النهضة ما زالت تتمسك بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة بحكم أنها الحزب صاحب الأغلبية النيابية في مجلس نواب الشعب، شركائها أيضا في المفاوضات ما تعتبرهم الشق الثوري في الذين أفرزتهم النتائج الانتخابات الأخيرة، حركة الشعب والتيار الديمقراطي يتمسكان أيضا بموقفهم المبدئي برفض أن تترأس الحركة هذه الحكومة، ويطالبان أيضا بضرورة قيامها بتنازلات كبيرة تضمن ربما نجاعة مشاركتهم فيها ونجاعة الإصلاحات التي يرفعونها. مجلس شورى حركة النهضة اليوم جاء ليؤكد هذا الأمر ويؤكد تمسك الحركة بموقفها المبدئي بترأس الحكومة، بالإضافة إلى اقتراح رئيس الحركة راشد الغنوشي لترأس البرلمان. نعم. الذي ربما سيتم التصويت عليه خلال الجلسة القادمة، الجلسة الأولى الأربعاء أو بعدها. هذا الأمر يعتبره بعض المراقبين خاصة في تونس أن هذين اليومين القادمين، يعني الاثنين والثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء، سيكون هنالك نسق ماراثوني من المفاوضات بين الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، وقد يضفي حقيقة إلى انتخاب ربما راشد الغنوشي في الجلسة الأولى، وحتى يكون خطوة أولى في نحو تشكيل الحكومة. كنا أنجزنا تقرير يرصد قرارات حركة مجلس شورى حركة النهضة ويسلط الضوء على رؤيتها لتشكيل الحكومة وموقفها من ترشيح راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان للفترة النيابية القادمة. من جديد تأجل تحديد هوية رئيس الحكومة التونسية المقبلة. حركة النهضة الحزب المخول دستوريا بتشكيلها لا تعتبر الأمر من الأولويات. الحركة تؤكد أن الأهم هو البرنامج الذي ستعمل على تنفيذه، نقطة تتعطل عندها مفاوضات تشكيل الحكومة التي يرفض من ترغب النهضة في التحالف معهم رئاستها لها قبل تحديد أي برنامج. قرار مجلس الشورى هو تمسك النهضة بحقها في تشكيل الحكومة ورئاسة الحكومة احتراما لنتائج الانتخابات، التزاما بنص الدستور،
وحرصا على استقرار الدولة. انتهى اجتماع الشورى قبل موعده، ما اعتبرته الحركة نجاحا في اتخاذ القرارات المطلوبة في هذه الفترة. قراران اثنان: تمسك الحركة برئاسة الحكومة، وترشيح راشد الغنوش لرئاسة البرلمان بعد أن كان مرشحا لرئاسة الحكومة. ترشح رئيس الحركة للبرلمان هو رسالة على أن النهضة ستساهم من داخل الدولة لخدمة الدولة والمجتمع بكل قياداتها بكل طاقاتها وعلى رأسها رئيس الحركة. النهضة تعتبر البرلمان أحد مفاصل الحكم في النظام السياسي التونسي الجديد، وترانا راشد الغنوشي قادر على لعب دور وطني مهم في رئاسته. تتمسك حركة النهضة بحقها في تشكيل الحكومة دون تحديد هوية رئيسها، خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى جس نبض الشركاء من خلال التصويت على رئيس البرلمان الذي سيكون دون شك من أبرز ركائز المشهد السياسي التونسي للسنوات القادمة. علي القاسمي، العربي، تونس. اتهم وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي بشاغة روسيا بتأجيج الحرب المستمرة في بلاده بدلا من إيجاد حل لها. وقال الوزير الليبي في مقابلة صحفية مع وكالة بلومبرغ للأنباء إن روسيا تطمح لإعادة السلطة إلى ما وصفه بفلول نظام معمر القذافي وتعزيز نفوذها في إفريقيا على حد تعبيره. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في العاصمة الليبية طرابلس خليل كلاعي. خليل، ما هي المعطيات التي يرتكز عليها وزير الداخلية في حكومة الوفاق لاتهام ليبيا بتأجيج الحرب في البلاد، لاتهام روسيا عفوا بتأجيج الحرب في ليبيا، وأيضا العمل على عودة فلول نظام القذافي؟ نعم نادين، في الحقيقة للمسؤولين الليبيين أسوة بفتح بشار وزير الداخلية بحكومة الوفاق أكثر من سبب للاعتقاد بأن روسيا بصدد لعب دور متقدم في الساحة الليبية، يذكي نار الأزمة والمواجهة العسكرية المندلعة حاليا جنوب العاصمة الليبية طرابلس. في بداية سنة 2017، في يناير 2017، رست البارجة الروسية أدميرال كوزينتسوف قبالة سواحل مدينة بنغازي واعتلى سطحها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتقى بقادة عسكريين روس وأجرى لقاء بالدائرة التلفزية المغلقة مع وزير الدفاع الروسي آنذاك. في ذات السنة، في موفدة السنة تدقيقا في نوفمبر تشرين الثاني 2017، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أنه على سيف الإسلام القذافي لعب دور في المشهد السياسي الليبي لما بعد اتفاق اسخيرات. خلال الحرب الحالية التي انطلقت في الرابع من إبريل نيسان الماضي وفي موفى يوليو تموز من هذا العام، ألقت السلطات الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني القبض على مواطنين روسيين يتبعان مؤسسة للتأثير في نتائج الانتخابات، والتقارير الإعلامية المؤسسات المحلية تقول بشكل متطابق أن هذين المواطنين من روسيا التقيا في مناسبتين على الأقل بسيف الإسلام القذافي. في موفى سبتمبر أيلول الماضي، الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد جنونو قال أن قواته قتلت 8 مرتزقة من روسيا. كل هذه التفاصيل تشي بدور روسي متقدم في الأزمة الليبية، دور يخشى مراقبون هنا لسريان هذه أو تطور هذه المواجهة العسكرية، يخشى أن يكون مقدمة لدور روسي ربما أسوة بالدور الذي بدأ يتعاظم في سوريا منذ موفى سنة 2015. شكرا لك. من طرابلس خليل كلاعي. يواصل الناخبون الإسبان التوجه إلى مراكز الاقتراع لاختيار نواب البرلمان في انتخابات تشريعية هي الرابعة خلال 4 سنوات. ويسعى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى الحصول على أغلبية برلمانية تساعده على وضع حد لعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات. لم يمضي طويلا على الإعلان عن نتائجها لتنثر للاقتراع من جديد. الإسبانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية في مشهد يتكرر للمرة الثانية خلال عام. مراكز الاقتراع تعيد فتح أبوابها لتفتح معها الباب أمام احتمالات جمة.
هي الوجوه ذاتها. أحزاب فشلت في الاتفاق على شكل حكومي وأدخلت البلاد في جمود سياسي دفع الملك فيليب السادس إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة. تقول استطلاعات الرأي إنها ستعطي حزب العمال الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز أكبر عدد من الأصوات دون تحقيق أغلبية لتشكيل الحكومة، وهو ما يمكن اعتباره فوزا مطعما بالخسارة. فبحسب الاستطلاع فإن الحزب الاشتراكي سيخسر 6 مقاعد مقارنة بالنتيجة التي حققها في انتخابات أبريل الماضي. في المقابل سيكون حزب فوكس الشعبوي اليميني المتطرف المستفيد الأكبر في نيله 37 مقعدا إضافيا ليصبح ثالث أكبر قوة سياسية. نتائج وإن صدقت ستضاعف الجليد الذي تكون على ملفات السياسة الإسبانية مع ازدياد الفجوة من يسارها إلى يمينها، والتي تلقي بظلالها عليها أزمة رئيسية في البلاد تدعى إقليم كاتالونيا، حيث يحوم شبح الانفصاليين وتتباعد آراء الأحزاب حول كيفية التعامل معه. وعليه مع انتظار النتائج البرلمانية الجديدة تقف إسبانيا أمام طريق قد يكون أمر وأشد صعوبة من سابقه. وينضم إلينا عبر سكايب من إشبيلية البشير محمد حسن الكاتب الصحفي، مرحبا بك. كيف يرى الناخب الإسباني الانتخابات التشريعية ومدى تفاؤله بوضع حد لحالة عدم الاستقرار الذي تشهده البلاد؟ أولا أحييك وأحيي كل مشاهدي التلفزيون العربي. الناخب الإسباني يشعر بحالة من الإحباط واليأس بعد تكرار ندائه لمحاولة حل المشكلة الذي فشل السياسيون في حلها، لا وهو تشكيل الحكومة. الناخب الإسباني أعطى كلمته، ومعروف أنه في الأنظمة الديمقراطية الكلمة الحق هي للمواطن الذي يجب أن يصوت يدلي بصوته، وما على السياسيين إلا إدارة تلك النتائج وتحويلها إلى توافقات وحكومة ائتلافية أو بأي شكل من الأشكال تؤدي إلى تسيير البلاد بدل الجمود الذي تعيشه إسبانيا منذ حوالي 4 سنوات. هنا في إسبانيا نتيجة الإحباط وصلت بحسب الأرقام الرسمية إلى 4 نقاط عن مقارنة بانتخابات شهر أبريل الماضي، حسب البيان الذي الإحصاءات التي قدمتها وزارة الداخلية قبل نصف ساعة من الآن، حيث انخفضت نسبة المشاركة 4%، وهو ما كان متوقع. شكرا. أن بعض الاستطلاعات للرأي أشارت إلى أنه الإحباط سيكون أكبر والامتناع عن التصويت سيكون أكثر أيضا. شكرا لك الكاتب الصحفي البشير محمد الحسن، كنت معنا من إشبيلية. كما هي العادة نختم العربي اليوم بفيديو من منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. فيديو اليوم عن فتاة فلسطينية تطوعت لتكون أما لرضيع منعت أمه من مرافقته إلى المستشفى. محمد شفته على النت يعني مثل كانوا نزوره في العناية المركزة. فاليوم ما رحت أزوره كانوا بدهم يطلعوا لغرفة تانية، وسيدة حكى لي إنه هو بلزمه مرافقة وإنه لازم حدا يقعد عنده عشان إمه ومناها الاحتلال يخط على الضفة. فقلت له أنا بدون تردد يعني أنا بقدر أقعد عنده وبقدر أنام كمان. مشاهدينا لهذا الخطأ في التقرير السابق، ونشكركم في جميع الأحوال على حسن المتابعة مع ختام العربي اليوم، وننتقل الآن إلى برنامج الخبر. بقية مع نجد.